هل طريقة فطير مشلتت ممكن تتخيليها؟ بأي مواد دهنية عندك هتعملي بيها؟ بجد فظيع جدا ومورق وزي المحلات بالظبط وأحلى، على طريقة بقى الفلاحين كده، على طريقة الصعايدة، فطيرة كده من الآخر، بجد تحفة جدا. يلا بينا نبتدي. أول حاجة في البولة بتاعتنا هنحط كوباية مية دافية، معلقة كبيرة سكر، معلقة كبيرة ملح، وهتحطي كمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر. البيكنج باودر بيخليه هش كده ومورق معاكي وطري. بعد كده هتجيبي بقى كيلو دقيق، وكيلو دقيق لازم يكون نضيف ومتعدد الاستخدامات. هتحطيه بقى في البولة بتاعتك، وهتكون معاكي بقى كوباية مية دافية برضو تاني، هتلمي بيها كده وتبتدي تعجني. ابتدي عجني بقى العجين بتاعك كده لحد ما تحسي ان هو ابتدى يتلم معاكي كده من البولة واحدة واحدة مع المية، علشان تعمليه بيها كده وما ياخدش معاكي وقت كتير ويتلم معاكي بالراحة كده، وكمان عشان ما يسحش منك وتحتاجي دقيق تاني. واحده واحده كده، مع انا هنا احتجت حوالي كوبايتين ونص من الميه الدافيه. بعد ما الم العجين بتاعي بقى، هاخد العجينه بتاعتي على الرخامه بقى، وابتدي بقى اروح واجي فيها كده كده كاني بضربها كده عجن عجن جامد جدا. هتفضلي بقى تعجنيها كده لحد ما تخليها كلها ناعمه ولينه وما فيهاش اي تكتلات. بصي رايح جاي كده، تفردي وتلمي، تفردي وتلمي، عشان العجينه بتاعتك تبقى طريه وملمسها ناعم جدا. بعد كده بقى كونتي الكوره بقى دي كده ناعمة بعد عجن كده 10 دقايق، وهتبتدي تقسمي الكور بتاعتك على 4 أحجام كده زي ما انت شايفة. هتقسميهم على 4 حسب بقى عدد الفطير اللي انت عايزاه. بتحبي الفطيرة بتاعتك تكون لها قلب كده ومليانة، هتعمليهم على 4. عايزاها تبقى صغيرة ورفيعة ورقيقة وبتحبهم قرمش، يبقى هتعمليهم على 7 قطع مثلا او 6 قطع. بس انا شايفة ان الحجم ده حلو، عشان عايزين نعمل فطيرة بقى حلوة كده زي اللي بنشتريها جاهزة ومورقة من جوه كده. بصوا الجمال بقى. عايزه اقول لك انا بدهن بقى الصينيه بتاعتي ماده كده الزيت، ماده دهنيه، اي ماده عندك، زيت، زبده، سمنه، اي حاجه عندك باقل الامكانيات هتعمليه. هتدهني ايدك كده وتدهنيهم من فوق، وبعد كده هتغطيهم. روحي بقى شوفي اللي وراكي لحد ما هو بقى يبتدي يمط معاكي كده كده، هتبتدي تشتغلي معاه. تعرفي منين انك هتبتدي فيه؟ هتمسكي قطعه العجين هتلاقيها بتمط معاكي كده زي اللي بنا بالظبط. هتبتدي بقى بشوية سمنة وزيت، اي نوع سمنة او اي نوع زبدة. الفرد بالزيت بيكون افضل، علشان بيساعد العجينة تجري كده تحت ايدك وتزحلق. هتخلصي اللي وراكي كده وتكون هي ارتاحت لها بتاع نص ساعة، ساعة الا ربع. كل ما بنريح الفطير يا جماعة بيطلع معاكي مقرمش من برة ومورق وهش من جوه، زي كده الجاهز بالظبط، وريحة بقى وطعم بجد خيال. هتبتدي بقى هنا بقى تدخلي هوا كده من تحت، ترفعي العجين بتاعك وبالزيت تقعدي تفردي فيها. كل ما هترفعي كده هتدخلي هوا، هيساعد انها تتفرد معاكي بسهولة ومن غير ما تتقطع منك ولا اي حاجة. هنيجي بقى في المرحلة دي، حلو كده الفرد، مش عايزينها نفردها اكتر من كده عشان ما تبقاش رقيقة معانا وتتحمص في الفرن. هتيجي بقى تجيبي السمنة وتدهني بقى الفطيرة بتاعتك من فوق، وهتبتدي ترفيها لي كده يا ست الكل زي الرول بالظبط. هنفضل ندهن ونلف رول، ندهن ونلف رول، شايفة؟ ولا نحتاج بقى فطير جواها، ولا نحط فطيرة جوه فطيرة، ولا اي حاجه. امشي ورايا بالخطوات دي وانت هتعملي اسهل واحلى فطير مشلتت في حياتك. بصي هتلميها بقى كده كوره زي الحلزوني كده، وهتسيبيها في الصينيه بتاعتك، وهتعملي كل الفطير بنفس الطريقه. هتجيبي الفطيره برضو ونفرد بالزيت كده. انا مش عايزه اسرع الفيديو، ماشيه معاكي خطوه بخطوه اهو، عشان تتابعي كل خطوه انا بعملها. عايزه اقولك مش هياخد معاكي وقت خالص، اصحي بدري كده واعمليه، وبعد كده هتخلصي اللي وراكي. على ما تخلصي اللي وراكي هتبتدي تشتغلي فيه على طول. سهل جدا وبسيط، واحسن بكتير من اللي احنا بنشتريه. والسمنه اللي انت بتحطيها انت حره فيها بقى، سمنه نيوزيلندي، بلدي، اللي هي العلب بقى، جنه، فرن، اي حاجه انت عايزاها. هتبتدي تلف الفطيره رول كده من جوه مدهونه سمنه، وهتلفيها حلزوني كده من فوق زي ما بقول لك كده بالشكل اللي انت شايفاه ده. هتخلصي الاربعه بنفس الطريقه. بعد كده هتسيبيهم بقى كده دقيقتين كده ثلاثة يرتاحوا. بعد كده هتبتدي بقى تجيبي رول رول وتبتدي تفردي فيه تبططي كده زي ما انت شايفه بالطول كده. مش هنفرد بالعرض، هنفرده كده بايدينا، كله بايدينا، ولا نشابه بقى ولا مفرد فطير ولا اي حاجه. هتبتدي تاخدي الطرف كده وتبططيه، وبرده الطرف التاني، وتجيبيه كانك بتلمي منديل كده على بعض، لحد ما تكوني طبقه في النص كده عاليه زي ما انت شايفه كده. ما تفرتيش ولا اي حاجه، لميهم كده على بعض وابتدي رصصيهم في الصينيه تاني زي ما انت شايفه كده. شايفين شكلها؟ هتبتدي تفردي كده بالمنظر ده كده لحد ما تلمي معاكي بالمنظر اللي انت شايفاه دوت. هتبتدي بقى تلمي كده الاجناب كده وبالطول والعرض لحد ما تكونيهم على بعض كده في النص.
وهتسيبيهم بقى يرتاحوا معاكي يا ست الكل في التلاجة لمدة ربع ساعة بعد الخطوة دي. مهم جدا يخش في التلاجة، مش عايزة تحطيه في التلاجة سيبيه برضو يرتاح ربع ساعة بره على الرخام. بعد كده هتبتدي بقى تجيبي فطيرة فطيرة وتبتدي تفردي بقى بالمنظر اللي انت شايفاه ده، عايزة اقولك بتتفرد بعد ما ارتاحت بمنتهى السهولة وناعمة جدا ورقيقة ومش مستحملة. هتبتدي تتنيها بقى زي المنديل كده الجنبين على بعض وفي النص كده، وهتبتدي تلمي بقى زي المنديل بالظبط كده تبرميها شايفة بالمنظر ده، وهتريحيها برضو في الصينية تاني. هتفرديهم كلهم بنفس الطريقة كده فردة كده بدهنة زيت في ايدك وسمنة، احنا مش هنحتاج مادة دهنية تاني خالص ولا اي حاجة، انت بس بتدهني ايدك بس كده مجرد ان انت بتساعد العجين انه يتفرد ما يتقطعش. بعد كده بتفردي بقى بالطريقة دي كده وتجيبي الجنبين على بعض والجنبين التانيين على بعض كده، وبتبتدي تلميهم زي السرة كده بالظبط، هتلميهم بالمنظر ده كده وتحطيهم في الصينية. ده شكلهم بعد ما بيخلصوا بقى، وبسيبهم يرتاحوا عندي برضو على الرخامة ربع ساعة كمان. بعد كده ببتدي بقى اجيب دي اخر مرحلة عندي، بجيب بقى فطيرة فطيرة كده في الصينية اللي هسوي فيها، وبعد كده ببتدي افرد بقى بايدي كده دهنة دهنية كده بسيطة جدا من الزيت او السمنة. وطبعا في المرحلة دي مولعين بقى على الفرن في الرف الوسط على اعلى درجة عندك، سخني الفرن على درجة 200 عشان يورق معاكي ويطلع هش كده ومش مكتوم من جوه. بعد كده هتجيبي كل الفطير وتفرديه بنفس الطريقه بقى على 4 صواني بعدد حجم الفطير بتاعك، لو عندك صواني كبيره او صاجات حطيه فيها، وهتدخليه بقى في الفرن يا ست الكل، وهيطلع معاكي بالمنظر الروعه دوت. لو انت شفتيه حمر من تحت كده ممكن تولع عليه الشوايه دقيقتين هيخرج معاكي بنفس الطريقه، ويا ريت كمان تغطيه بس دقيقتين لو انت حابه انه يبقى طري، عايزاه يبقى كريسبي يبقى تسيبيه زي ما هو. بصوا بقى احلى واسرع فطير ممكن تعمليه في حياتك، طعم وريحه السمنه بقى بتاعت زمان وعلى طريقه اجدادنا بجد جميل جدا، مع عسل بقى او قشطه او مربى او جبنه قديمه، وكده عملتي احلى فطير. يا رب يكون الفطير عجبك، ما تنسينيش بقى في لايك حلو وشير منك.